صباح الخير، صباح المونديال، صباح البداية، ضربة البداية، صباح المباراة الافتتاحية ما بين الأهلي المصري اللي مرحبا به، وبلا ما تحتاج الجمهور ديالك يجيك من مصر، المغاربة اللي كاين هنا كلنا غنشجعوا الأهلي ديال أكران سيتي. اليوم افتتاح ديال البطولة ديال المونديال بشكل آخر 2023، افتتاح غادي يكون عالمي في طنجة. مرحبا بكم بمشاركة الوداد الرياضي والأهلي السعودي وحضور نادي ريال مدريد ومجموعه من الانديه. لكن اليوم حنا باش ما نمشيوش غنهضروا على هذه المقابله ديال اكرون سيتي ياك، هي هذه مع الاهلي المصري. كيهمنا الاهلي المصري، الفريق العربي، فريق القرن، الفريق اللي كيفرحنا، اللي كنشجعوه ملي كيكون اللاعب، لانه ولفنا مع تلعب مع الوداد وتلعب مع الرجاء، فولفنا في هذه الفرقه هذه وتنعرفوا اللاعبين ديالهم. وتحيه كذلك للمدير ديالهم الخطيب، وتحيه لجميع المصريين شقاء الشعب الجزائري، حتى الأشقاء الجزائريين، فأشقاء الشعب المصري تحية لكم. بلا ما تجيو حنا غادي نشجعوا الفرقة ديالكم. لكن قبل بغيت نعيش معكم هذه الأجواء، بغيت نعيش معكم هذه المناظر الجميلة من داخل ملعب طنجة. اكتشفوا معنا ملعب طنجة، اكتشفوا معنا الألوان الزاهية، غادي نكتشفوا ملعب طنجة من الداخل. هذا هو ملعب طنجة، كتشوفوا هذا الشيء تناسق، يا سلام رائع جدا. فيفا وورلد كاب ما في حاجه ديال 22 2022. خوتي راه كنت اللي كنجي واحد فيكم عارف علاش هو ماشي 2023 2022، كتبوها في لي كومونت. انا قلت ربما البطوله كانت غتقام في 2022 وما تقامتش وتحولت وبقى لها نفس التاريخ، ربما على حساب الشركات المحتضنه. شو جميل هادشي، اللوين الزرق والبيضاء، حتى دوك الكراسة الصفر والزرق. هي صراحه طنجة هي مدينه زرقاء ومدينه ديال اللون الازرق الطاغي عليها، والشماليين كاملين هو خداتها كذلك. الملعب زوين والله الا زوين، واللي بغيت نعرف علاش الكراسه دايرينهم الصفر والزرق. اذا هذا سؤال غادي نسالوا الاخوان الطوانجه، يقولوا لنا كيفاش كنا بغينا نجيو نحضروا معكم ما قسمش الله. اذا ملعب جميل جدا وصراحه. شوفوا الاخوان كيقول لك شي واحد علاش حنا الملاعب ما يكونوش عندنا واطين، راه الا مشينا غير البرنابيو اللي كاين هنا في اسبانيا اللي تلعب فيها برشلونه ما مغطيش، واكبر ملعب في العالم هو هذاك. يعني الحمد لله نتمنوا بانه تكون عندنا تغطيه، ولا ما تكونش ديك التغطيه ديال الحديد والقصدير، لا تكون واحد التغطيه غتكون جميله، تكون علاش ما تكونش تغطيه بالالواح الشمسيه. وداك الملعب كذلك يبدا يجيب، حنا كنشوفوا دابا الاخوان انتم تشوفوا الملعب وحنا تندويو، اذا الملعب يتغطى وتكون كذلك. حتى ديك الحلبه ما ماشي نقصيوها، ولكن علاش ما يكونوش عندنا مدرجات؟ علاش الملعب ديال الويمبلي في الانجليز بدا يهبطوا المدرجات بحال هكا وتبقى عندنا الحلبه؟ حنا بلاد الالعاب القوى، وملاعب جديد اللي غتبنى تبنى مواصفات. حنا الطلب ديالنا اليوم من الاقشاع والمسؤولين في كره القدم يبنيو لنا ملاعب من الجيل الجديد، لعيب من الجيل الجديد تكون كتراعي وكتشوف بانه تكون عندنا ملاعب قريبه والجمهور قريب من الاخر. وحتى الجمهور خصو يبدل الثقافه ديالو باش ملي يدخل الملعب يحترم وكذا، وما يكونش الرمي ديال القنينه تاع اللاعبين، ويكون احترام ويكون كذا. صافي ما عجبتكش ما عجبكش اللاعب، ما عجبكش الحكم، حتى دير الجمهور يكون، المهم تكون العائله، مش العائله ديال الوداد، ولا تكون حتى الجمهور ديال الرجاء، حتى الجمهور ديال الخريبكة، حتى الجمهور ديال الكاك، وحتى الجمهور، حتى تحيه الجمهور الكاك لانه اول جمهور حضرت ليه في الملعب واحد الكاس العرش لعبوها في 90 ضد الكوكب المراكشي على ما اظن، الا كانوا كيتذكروا صراحه احسن جمهور. المهم هو اللي بديت معاه وعجبني، حتى كذلك الجمهور ديال الجيش والجمهور ديال فاس والجمهور ديال وجده والجمهور ديال تطوان وطنجه والجمهور، المهم جمهور كاع المغرب. سير اخويا سير، الله يعاونكم.